اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي الى النقطه الخامسه والثمانون، فارق نقطتين بس عن نادي الزمالك صاحب اكبر نقاط في تاريخ الدوري العام في تاريخه. لكن الزمالك كان 20 فريق بس، لكن الاهلي 18 فريق، وكان الكلام ده في 2014. الزمالك حصد 87 نقطه، الاهلي في امكانه تحطيم الرقم القياسي للدوري العام ب 88 نقطة، أو كمان أكتر من 88 نقطة، لسه قدامه ماتشين. إن شاء الله الأهلي يبقى صاحب الرقم القياسي كالعادة في كل حاجة، حتى كمان في عدد النقاط. أهداف المباراة كانت عن طريق النجم سعد سمير في الدقيقة 21، والنجم مروان محسن في الدقيقة 55، والهدفين أسست النجم الكبير وليد سليمان. أرحب بضيوفي الكرام مرة ثانية، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا عمر النجدي صاحب هدف بتروجيت الوحيد. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل مع نجومنا الكبار. كابتن شريف اهلا بيك مرة ثانية. كابتن ابو حميد اهلا بيك. كابتن ربيع كسب الرهان بتاعك المرة اللي هو ايه؟ قال لك الاهلي هيجيب جونين، انت قلت 3-1. كابتن عادل عبد الرحمن قال لك بقى يجيب اهداف كتير قوي. 3 قلت 3. عادل عبد الرحمن خارج مش انا يا حبيبي. لا قلت أكتر، لا قلت اكتر من 3 فعلا. وكان معها ان كان يعني الاهلي كان المفروض النهارده فعلا يعمل هيفي سكور. بس اللمسه الاخيره والشكل اللي هو التحضير الزياده، مفيش لعيب بيطمع ان هو اللي يشوط على الجول، هو اللي يكون ليه سبق لاحراز الاهداف. حاولوا يتفانوا مع بعض في الشكل الجمالي الجماعيه. يعني حصل في اصرار من لاعبي بتروجيت شويه في انه بيقطع الكوره ان تايم. عندك اي حاجه طالعه بره؟ لا لا اتفضل اتفضل يا كابتن. فالحقيقه الشوط الثاني ده اللي كنا نامل ان احنا نشوفه من اول، اللي حصل في الشوط الثاني ده اللي كنا بنعمله في الشوط الاولاني، اللي هو الضغط، الفرقتين بيضغطوا على بعض، في سرعات، في تحركات من نص الملعب لتدعيم للفراوده، الفراوده بتعمل عمق. حتى الجول اللي جابه بتروجيت ده الوحش عندنا ان هو جه من جول عمق، عمق الدفاع، عمق الدفاع. الكره لما نطت قدر يحجز عليها اللاعب بتاع بتروجيت ويعمل لنفسه عمق فعلا ويحرزها. في ذهول طبعا شريف اكرامي ازاي ده وصل عندي لغايه هنا يعني. فالاهداف كمان المفروض ان هيوصلوا يعني بس اكيد هتلاقي فرقه توصل. لا مش بهذا الشكل يعني، ان هو يوصل يبقى مني ليه كده كرة حر كده فري يعملها بأي يعني حاجة. ممنوع يا كابتن حد يوصل للنادي الأهلي كده؟ ممنوع. لا لا مش ممنوع. ممنوع الزيارات دي، زيارات الخطفة دي ما تنفعش، خاصة إن إحنا بنحافظ على النجوم ونرجعهم عندهم ثقة تاني. وكان المفروض إن يطلع المباراة يعني ما فيش أهداف تخش فيها. في كلين شيت. كابتن ربيع برضه. هو الإبداع الشوط الثاني طبعا مش كل ال 45 دقيقة بتاع الشوط الثاني، عشان كده النادي الأهلي وسجل هدف بس وقف عند الهدف، لان انت عندك وجوه جديده بتكمل ال 90 دقيقه. احمد حمدي بيكمل 90 دقيقه، شريف النهارده بياخد فرصه، خد بالك. نجد بيكمل مباراه، مروان بيرجع، حاجات كتيره جدا. فالاهلي دايما يعني كان دايما انسجام وتفاهم، وبيروح بعدد كبير جدا عشان يسجل الاهداف في الثلث الامامي. النهارده كان بعيد شويه لحد فتره معينه بعد تسجيل الهدف، اعتقد ان النادي الاهلي حاله من الهدوء، حاله من الثقه، حاله بقى من خلاص الماتش انتهى. لكن فاجئنا طبعا بتروجيت بهدف من العمق عن طريق سعد سمير. هنتكلم على الاهداف، هجيب لكم الاهداف، نتكلم نشوف اخطائه ازاي والكلام ده كله. اتفضل يا كابتن. فالمجمل يعني هي المباراه تخرج، هي تخرجش باكثر من كده. الاهلي بيلعب عشان يحطم الارقام، الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، وصل كتير جدا. المجمل الفني بالنسبه للهجمات والكثافه العاديه وتضييع الاهداف هو النادي الاهلي، حتى الثوابت النادي الاهلي على فترات كبيره جدا. بتروجيت بادر النادي الاهلي قدر يسجل هدف، وقدرت المباراه بقى ان يعني تدخل في المرحله الاخيره ما بين سجال الاهلي بتروجيت الاهلي، لكن انتهت على خير بفوز النادي الاهلي. مبروك، الف مبروك على الثلاث نقاط. كابتن عادل. انفراد 3 مروان محسن. كورتين لشريف، محمد شريف كان ليه واحده اللي راح عملها برضه لمروان، واكثر من لاعب دخل من ناحيه اليمين وعمل الكروس. يعني 4-5 اهداف محققين النادي الاهلي كان المفروض ان هو يجيبهم. يعني كان النتيجه هتبقى 8 مش 3 ولا 2. دي واحد. 2 الحته الثانيه بقى المهم. لا الحته الثانيه المهم. شفت يا كابتن ربيع ان جاب 8 مش 3 يعني. يعني ما هو المفروض كده، لكن النادي بتروجيت المفروض ان هو كان ممكن يتعادل معاه بعد ما انت كنت تكسب 5-6 بالظبط، انك انت ممكن كنت تتعادل 2-2. هي دي بقى اللي انا عاوز اقول لك، المشكله في اللعب يعني احنا طول عمرنا كده اللعيبه المصريه. يعني انت لما بتلاقي نفسك كسبان 1 ولا 2 خلاص يعني في تراخي،
كان النادي الاهلي ممكن يدفع ثمنها، ممكن يقل عن الرقم اللي احنا بنتمنى. من انت اللي قلته بتروجيت برضه كابتن عادل؟ لا بتروجيت، من بتروجيت جاب 30 هدف في الدوري بالظبط، 15 في الناحيه التهديفيه في الدوري. فانا بكلمك على خطا جاي واحد من نص الملعب جاي قاطع علشان يجيب جون، وده خطا كبير. الحاجه الثانيه كان الخطا ده يكلفك ان انت يضيع منك بونتين، ما كنتش هتوصل للرقم اللي احنا بنتكلم فيه اللي انت اتكلمت فيه قبل كده اللي هو رقم الزمالك 87. والحاجه بقى الافضل ان الزمالك كان فارق الاهلي السنه دي بكام؟ بسبعة بونت بس. انت النادي الاهلي فارق الزمالك دلوقتي ب 30 بونت. لا هو كده بسبعة بونت، الزمالك هو كان الفرق ما بينهم من بعد سبعة بونت بالظبط. الاهلي كان او 8 بونت، الاهلي كان 79 و87 نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي ممكن يوصل للنقطة الأبعد إن شاء الله، وهيعمل الرقم ممكن يعدي كمان رقم 87، مرشح إنه هو ياخد 91 لأنه كان بعد التعادل اللي فات كان هو مرشح في 93، بعد التعادل اللي فات للنادي الأهلي تعادله بقى هيوصل للنقطة 91. تمام، يعني يا ريت يا جماعة نستعرض الأهداف تاني عشان نجومنا يبدأوا يتكلموا على الأهداف الثلاثة اللي جم في هذه المباراة. يعني كابتن شريف هيبقى قدامنا ده الهدف الأول للنادي الأهلي، لو حضرتك عايز تتكلم عليه بقى بالتفصيل وتقول نقاط القوة للنادي الأهلي ونقاط ضعف البتروجيت في هذا الهدف تحديدا. والله الهدف هنا واحنا بنتفرج عليه في شقين، شق دفاعي من بتروجيت غير موجود وتمركز، وشق هجومي خطف كرة زي الكرة الطايرة، اللاعب جاي من ورا وبيسنده لاعب تاني بيديله الفرصة وبيطلعوا يعملوا بلوك بالراس ويحطها ساعة سمير جميلة جدا، ده حتى ما حطهاش في نص الملعب في وسط المرمى، لا ده راح راكنها على اليمين اللي هي حلوة قوي بصراحة. الرياكشن بتاع الهيد اللي هو عامله على طول في دايركت في الجول، فما اداش فرصة حتى لحارس المرمى انه يشوفها. فهنا اهي التحركات اللي انا بكلمك عنها، الناس كلها ما عرفتش تمسك لعيبة النادي الاهلي من التحرك اللي هو جاي من الخلف الحقيقة بنظام وبتوزيعه، واحد على القريبة والتانية في النص فاتته، فكان سعد سمير الغير مراقب هو اللي سبق وهو بيحرزها براسه. وزي ما قال ربيع في أول في الهاف تايم، مفيش اللعيب بيبص على الكورة ما بيبصش على لاعب المهاجم بتاع النادي الأهلي اللي هو يقدر يمسكه اللي هو يقدر يمنعه. تصدق كابتن ربيع كان طلع اتنين بتروجيت بس من طلعت سعد سمير غطى على لعيب، يعني طلع اتنين معاه. مفيش أنا الكورة مش بشوفها في الزاوية دي. يعني بص في اتنين هو طالعين بس لكن مش طالعين منات، مش طالعين، مش مواجهين الكوره وواخدين الراجل في الصدر، بيبصوا على الكوره اكتر من هم بيبصوا على الشكل الخطير اللي هو اللاعب اللي هيحطه الهدف ده. شو بقى كابتن ربيع بيتكلم على الجول التاني. عايز تضيف حاجه على الجول ده ولا نكمل؟ لازم نستعد. طيب هاتوا لنا الجول الثاني يا جماعه، ده كابتن قدام حضرتك اهو من بدايه الهجم، دي من اجمل الكور اللي اتلعبت النهارده دي. لا دي الجول اللي طالع ده، هات لنا الجول الجول منوار محسن في بدايه الشوط الثاني، ده هدف ضيع في الشوط الاول. واحد اثنين طبعا تحرك مروان ده الهدف، وطبعا هو مروان بتاع الحاجات دي، هدف يحسب طبعا، يحسب للمساحات، يحسب للتحرك، يحسب للتمرير، يحسب للجماعيه بتاع النادي الاهلي. هي الجماعيه دايما اللي بيوصل بين النادي الاهلي وبيسجل. يعني لو شفنا الهدف من الاول، ادي نبتدي بقى صبري رحيل واحد، واخد بالك، وادي تقريبا ده احمد حمدي اثنين، واخد بالك استخلصها كويس جدا ما شاء الله، ولعبها لوليد سليمان تقريبا اللي قدامه، ده وليد مش كده؟ وليد لمروان، مروان تحرك رائع، وليد هايل، هو عمل يعني جول وعمل تمريره بهدف، ومروان طبعا هي حاجات مروان هدف، وده راس حربه النموذجي، فيحسب يعني للجماعيه، يحسب للبدايه، يحسب على الاصرار، يحسب للتحرك، يحسب عليه لان جات لي فرصه وجالي هدف اسجل بيه اعزز بيه الهدف الثاني. تمام، عايز تعلق على الهدف ده ولا ندخل على هدف بتروجيت؟ هدف بتروجيت، يلا ندخل على هدف بتروجيت اللي احرزه عمر النجدي. ده قدام حضرتك كابتن عادل اهو. كالعاده ان سرد باكين النادي الاهلي كانوا الاثنين مش واقفين على خط واحد، ودي حاجه مهمه جدا، كان في عمق شويه من محمد نجيب، حتى كمان شريف اكرامي طلع، بتهيألي انا حسيت ان هي الكره ممكن بيستنى ان هي تبقى اوف سايد، لكن التحرك، بص دفاع النادي الاهلي مش واقف فلات يعني، ودي حاجه مشكله يعني، طالما انت هو نجيب خد خطوه غلط مش للاسف، لا هو شوف حاجه من الحاجتين يا كابتن، لا تلعب مان تو مان، ها لا تلعب فلات،
اللي هو لازم تبقى واقف انت الثلاثه كده علشان لو عدى ممكن يبقى اوف سايد، لكن هو وكمان ما يكونش هو على قدامك. يعني لما تيجي تلعب في رتم اول ما يلعب اول ما تبقى انتوا الثلاثه واقفين كده لازم تسيب وتنزل جاري. محمد نجيب نزل من بدري قوي فحسيت ان هو سرد باك واتنين الجون ده يعني لو حاولنا نقول اخطاء، يعني الخطا الاولاني من اللعيب اللي هو محمد نجيب يشيل اكبر خطا رقم واحد. محمد نجيب الوقفه بتاعته غلط مش صح، خارج عن السرب بتاع لعيبه الدفاع الثلاث الاثنين اللي قدامه. رقم اثنين عدم المراقبه بالصوره جيده. رقم ثلاثه هو كمان شريف اكرامي اقدر اقول لك ان هو اخطا خطا كبير جدا، ان شريف اكرامي كان لازم ياخد قرار لا يقف في جونه عشان يصد الكوره، لا يطلع يقرا الكوره من بدري وكان طلع كان الوقت ده كان خدها. عايز تعلق كابتن ربيع كابتن شريف على الهدف ده؟ لا هو انا بالنسبه لي عادل استوفى يعني جميع النقاط اللي فيها القوه والضعف في كابتن ربيع. هو نقطه بس ان بالنسبه لسعد ونجيب لما تكون لما كانت الكره مع لعيب في نص الملعب بتاع بتروجيت هما كانوا فين ازاي؟ ده مهم جدا غير الكره. يعني هو الكره بعيد عنهم، لازم النهارده لو هما بيتفقوا ان واحد بياخد والتاني بيعمل عمق عشان التغطيه مهم جدا، زاد الباكين مهمين جدا في التغطيه، زاد شريف اكرامي تغطيه، كلها اتزان رقابه تغطيه. فبس الوقفه بتاعت سمير هنا هو يا ريت يخلي الكوره ولما تطلع الكوره من رجل لنا من زاويه مفتوحه شويه من وسط الملعب بتاع بتروجيت، عاوزين نشوف الوقفه. يعني الكره دي 2 4 دي 5 من خمسه من بتروجيت. ايوه تمام ماشي بقى كمل كمل ماشي كمل ماشي كمل ماشي كمل بس ماشي اقف اقف بقى. الوقفه بتاعت سعد وبتاعت بميل غلط، لازم التزام نص الملعب بالظبط، يبقى وقفه سعد ونجيب او نجيب وسعد نص الملعب بالظبط الطولي، انما الوقفه اساسا غلط عشان حتى كان ممكن سعد يلحق يغطي نجيب او نجيب يغطي سعد. وبعدين نجيب يعني ازاي خدوا راس حربه ولف بيه وراح وعكس، بدل ما يبقى نجيب هو اللي وشه للعيب بقى وشه لكرامي. المفروض العمق يبقى واخده نجيب. مظبوط طبعا. ما هو العمق لا يلعب بعمق لا يلعب في ده، ما فيهاش حاجه تاني. هي الوقفه بتاعته وقف اولا غلط، لما رجع خد خطوتين لورا تحت كان لازم يطلع لقدام شويه، لو كان طلع قدام كان النجد بقى اوف سايد. يعني وقتنا للاسف انتهى مع حضراتكم علشان في ماتش جامد في العاب الصالات. كابتن شريف نورتني وشرفتني. ميرسي والف شكر وتحياتي للنجوم كلهم. ربنا يخليك كابتن ربيع نورتني وشرفتني. شكرا يا حبيبي. شكرا يا كابتن عادل. شكرا كابتن. مش هسيبك كابتن عادل خلي بالك. شكرا مستمرين استمر انت وعادل بقى استمر انت وعادل. دايما كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته وكل دايما اللي بيستظل بظل هذا الكيان والشعار الكبير النادي الاهلي. الف مبروك ان شاء الله النادي الاهلي المباراه اللي جايه حطم كل الارقام القياسيه. بعد قليل هتكونوا مع النجم هيثم السعيد والنهائي المرتقب نهائي الاهلي في الاتحاد الليبي الاهلي والاتحاد الليبي في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. كل التوفيق النادي الاهلي، والاهلي دايما بطل معودنا نادي بطولات سواء في الكوره او في العاب الصالات. بتشرفوني وبتنوروني دايما ومع الف سلامه.